يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة. الدنيا لكم؟ لأربعة. رجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل لم يؤته الله مالا فيقول: لو أن عندي مال فعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. فقير وغني متى يتساويان في الأجر؟ إذا كانت نية الفقير كنية الغني. يقول الفقير: والله لو عندي فلوس أن يصير مثل الراشي مثلا، أبني مساجد وأعمل أوقاف، أنت وهو سواء في الأجر. والله يقول نصير مثل عثمان بن عفان، أجهز غزاة وأفعل وأفعل وأحفر أبار وأعطي، أنت وهو سواء في الأجر، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا، هذا الرجل كم الثاني، آتاه الله مالا فبخل به، ما أنفق منه في سبيل الله شيء. ورجل فقير لم يؤتي إلا مال، يقول: والله لو عندي فلوس أن يصير مثل فلان، فلان أرسلت فيها وفلان عنده وفلان عنده، والفقراء يمروا عليه ولا يعطيهم قرش، بينما ذاك مسكين يوزع ليل ونهار، أهبل. هذا كلام للأسف بعض الناس، يحسب أن الإنفاق هبالة، وما يدري أن الإنفاق هو سر العطاء.